على ارض الملعب وكمان اوفنسيف ريباوند ثاني لباسل. صباح اخذ كل وقته وبيسجل صباح خوري. سؤال صباح اوه اخذ الثلاثيه والخطا ورجع فريقه للليد بحال سجل هو الرميه الحره. صباح خوري مميز كثير على مسافه 3 بوينتس وهيدا كارتون بلان بيقولوا له. ثالث خط طابه كادت تنسرق من الخطيب بحافظ على الكنترول. صباح كمان بيسدد اليوم هو نجم المباراه من ناحيه فريق الحكمه. ثالث ثلاثيه وثلاثه اجوا بالكوارتر الاخير.